السلام عليكم، زيزو كان زيزوين ما شباب. نشوف لقطات عجيبة وخرافية، بس قبل كده طبعا يعني بقالكم كتير ما شفتوش القمر ده، صح ولا غلط؟ بقالكم كتير ما سمعتوش صوتي، يعني معلش والله، يعني نوع مذاكرة بقى وحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والامتحانات بقى شهر ورا شهر ورا شهر. فان شاء الله هحاول يعني انزل لكم فيديوهات كتير، يعني انا كل مره بقول كده وما بنزلش كتير، بس بقى يعني بصبركم ان شاء الله خير. قبل بقى ما نبدا يعني هقول لكم اللي احنا هنشوفه، حاجه خرافيه، حاجه اول مره تحصل في فورتنايت، تمام؟ ان احنا هنشوف ايه اللي هيحصل لو فجرنا 100 عربيه في وقت واحد. يعني ما اعرفش ازاي هيجمعوا 100 عربيه كده ويفجروها، ما اعرفش يعني. حاولوا تتخيلوا وتتوقعوا ايه اللي هيحصل، واكتبوا تحت في التعليقات توقعاتكم قبل ما ندخل ونشوف. بس قبل ما نبدا برده ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس جديد. يلا بينا نبدا في المقاطع. عندنا اول واحد، يعني انا صراحه يعني ما بلعبش فورتنايت كتير، بس نعمل خير يعني. اوكي انا لا اعرف ان الاسماك دي بتفجر بتتفجر يعني بتنفجر. ف اوف ده مين ده ولا كان بيعمل ايه؟ بس يعني افهم انا. اوكي ده طار مع البوق. اوف 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 ده كان حاطط الاسماك على فكره. الاسماك دي تنفع كفخ. اوه هيعمل يا اسطوري، ما تقولش هيعمل بدي الحركة الأسطورية اللي بيوقع فيها الراجل. لا ده موته ما حاوش. بس صراحة الأسماك هو هيفجروا 100 عربية، 100 متخيلين؟ أوف يوه. بس مش زي ما أنا توقعتها أوي يعني. الله يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا مستهوي. شفتوا اللي حصل؟ شفتوا اللي حصل؟ ده الماب كله اتفجر يا شيخ. يا لهوي. اوكي تريك شوت شفنا كتير منها، بقت حاجة عادية يعني أي حد يقدر يعملها ما عدا أنا. اوكي عندنا هذا الشخص. اوكي برضو عادية شوية. لحظة هو قام، معرفش اللي حصل صراحة، بس حاجة عجيبة اللي حصل. اوكي عندنا ابوه، هو بيحاول يعمل ايه بالظبط يعني؟ انا مش فاهم يعني. بيحاول يجيب تريك شوت. ظبطت معايا، ظبطت. اوكي ده طياره. اوكي ما اعرفش اللي حصل يعني. اوكي ده بوت، ده بوت. اوكي موت هو البوت، موت البوت. اوكي ايه اللي هياخده من البوت يعني؟ السحر الازرق ده. اوكي 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 اضربه اضربه يا ستيف انت. اوكي كفو كفو مع لا بنزين البنزين البنزين. اوف ده فعلا يعني فهمتوني يعني. ايه ده بيعملوا تريك شوت من البتاعة دي؟ ازاي يعني من البتاعة دي؟ على فكرة حاسس ان هما بيبقوا متفقين مع بعض عشان يجيبوا التريك شوت دي. اوكي طيارة مش كويف. اوكي مع الفرخة. الفرخة دي على فكرة يا جماعة مميزة، الفرخة دي يعني حلوة، فرخة كيوت كتكوتة كده. اوكي لازم الصراحة الجلتش ده. فورتنايت كلها جلتشات يا جماعة. اوكي عندنا هذا الأخ. وات
ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالظبط يعني؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اوكي اوف، رأسهم اختفت، رأسهم اختفت، قصدي جسمهم اختفى ورأسهم، ورأسهم بس انا موجود. ازاي بقى؟ ازاي هموت البوت بسرعة؟ البوت هيموتهم هما الاتنين، البوت هيموتهم هما الاتنين. زي ما قلت البوت ده خطير خطير. اوكي هتموت نفسك يا ذكي. اوكي هيموتوا نفسهم الناس دي، مش انا قلتلك هتموت نفسك؟ انت مسمعتش الكلام يعني، ما انت موت نفسك في الاخر. استفدت ايه؟ استفدت ايه قولي؟ موت نفسك كان ممكن تفوز في الجيم ولا حاجة زي كده. اوكي ده هيعمل ايه ده؟ ايوه يا جماعة الجيم ده فظيع صراحة يعني، المفروض يحذفوه الا من عندي يعني، يعني يبقى انا الوحيد بس اللي معايا الجيم ده عشان يظبطها فيا يعني سيزو جيم بتاعي. اوكي وات، وهي أربعة والموت اللي بعد في نفس الوقت يعني وات. بس زينة واخد بالك، خلي بالك هتموت. اوكي ستيف، انا ايه ستيف بيفكرني بستيف جوبس كده. اوكي 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 حاسس ان هو هيعمل الحيلة المستحيلة وماتوا هما الاتنين في نفس الوقت. والله حاجة يعني حركة كده وات، مش في الحدث كان ينفع نطير لحد فوق؟ ده عربي، ده عربي. شايف الزوم مكانه كيف بالبحر؟ اه ايه ده؟ ازاي زوم في البحر؟ بس عربي هو احسن حاجة. العرب لقطاتهم خرافية يعني، شوف الزوم في مكان غير عجيب يعني، حاجة خطيرة يعني. ازاي الزوم يبقى في مكان زي ده؟ اوكي مش بيتدمج، مش بيتدمج، وبنجو اصلا كويس. تعال حتى نرجع نشوف بنجو، بص بص بنجو. اوكي بنجو حاجة 80 يعني، والنت ما فصلش ولا اي حاجة. اوكي ايه اللي بيحصل يعني؟ اوكي وات وات، ايه اللي حصل؟ ازاي موتوا هما الاثنين؟ معانا مفيش حاجة حصلت يعني، معرفش حاجة عجيبة. طياروا من الزون وات، ايه اللي حصل مع انه لحظة هو فاكر ان التاني هيموت قبله؟ معرفش حاجة غريبة. اوكي يا شباب ما كنتوا سهلا هيبقى مقطع اليوم، فمتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس الجديد، ويلا سلام.